بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا انك على كل شيء قدير. ان شاء الله ده ثالث فيديو هنشرح فيه البيرميوتيشن التباديل. يعني ايه كلمة تباديل؟ كلمة تباديل يعني انا معايا مجموعة ايه؟ المجموعة دي مكونة من حاجات كتير. المجموعة دي مكونة من حاجات كتير. ممكن انا عاوز اعمل حاجة، تمام؟ الحاجة اللي انا عاوز اعملها هي اخد شوية ارقام من الارقام دي، يا اما جزء منهم يا اما كل الارقام. تاني، انا معايا مجموعة يمكن الحصول على جزء او كل الارقام اللي في المجموعة دي في صورة ترتيب. يعني ايه مرتبين؟ يعني انا مثلا وليكن هاخد الواحد والتلاتة والخمسة، لو انا عاوزهم هاخدهم فانا كده خدت جزء منه، وفي صورة ترتيب يبقى لازم اقول الواحد وتلاتة وخمسة، تمام؟ واحد خمسة تلاتة دي غلط، تمام؟ هي دي البيرميوتيشن. يبقى البيرميوتيشن هي ترتيب يمكن الحصول عليه من عدة أشياء بأخذها كلها أو بعضها، تمام؟ تمام. طيب القانون بتاع البيرميوتيشن كان بيقول إيه؟ القانون بتاع البيرميوتيشن يا شباب، القانون بتاع البيرميوتيشن كان بيقول إيه؟ إم بي آر، إم التوتال نمبر، آر التشوزن نمبر، بي اختصار كلمة permutation، تمام؟ وقلت لك ايه؟ قلت لك ان اصل القانون ده اهو m b r هو n factorial over على n negative r factorial، اللي هو شكله عامل ازاي؟ مضروب n على مضروب n negative r، هو ده القانون. طيب تعالى كده يا كبير، تعالى كده معايا ناخد شوية حاجات معينة. some نوتس. رقم واحد، ام بي ار دائما بتساوي عدد موجب، دائما ام بي ار عدد موجب، تمام؟ ام بي ار لازم تساوي عدد موجب. رقم اتنين، ان فاكتوريال اللي هي مضروب ان دائما لازم يساوي عدد موجب، دائما لازم يساوي عدد موجب. رقم ثلاثة، إن ناقص آر فاكتوريال لازم يساوي عدد موجب برضه دايما. ليه؟ لأنها في صيغة مضروب. يبقى كده أنا هستنتج إن المضروب لأي رقم لازم يساوي عدد موجب، تمام؟ طيب رقم أربعة، رقم أربعة، لو قال لي مضروب صفر، قال لي دي قاعدة تحفظها، بيساوي واحد. رقم خمسة، لو قال لي ان permutation صفر، قال لي ده بيساوي ايه؟ بيساوي واحد. طيب هنستنتج. رقم ستة، قال لي ام بي واحد، قال لي بيساوي، قال لي بيساوي ان. نركز على رقم خمسة ورقم ستة اللي معايا. طيب تعالى كده نستنتجهم مع بعض. يا ربي، استنتاج prove m b صفر equal واحد و m b r equal n، prove answer m b صفر equal m factorial over n ناقص صفر بيساوي m factorial over m factorial، ده مع ده بيساوي واحد. اذا ده انا سرقتها. تعالى على التانية، m b واحد، m b واحد، m b واحد بيساوي n factorial n negative 1 factorial بيساوي، لو انا خدت فوق n، من فوق لو انا خدت n بيظهر ليا n negative 1 على n negative 1 بيساوي ده مع ده بيساوي ايه؟
في حته جديده بالنسبه لي، ايه هي؟ قواعد البيرميوتيشن. هناخدها قدام الحته اللي انا عملتها هنا. لو انا معايا مضروب ان، ممكن اخد الان بره وجوه بقى نيجاتيف واحد بس، يعني اقول ان نيجاتيف واحد. طيب لو انا هاخد ان في ان نيجاتيف واحد، باخد مين؟ ده نيجاتيف واحد، ان ناقص واحد ناقص واحد ناقص اتنين، بقى ان ناقص اتنين. طيب لو مش فاهمها هتفهمها في الفيديو رقم خمسه او سته تقريبا، تمام؟ هنشرح الحته دي تفصيلي في الفيديو رقم خمسه او سته تقريبا. هو ده كده باختصار البيرميوتيشن. ملخص البيرميوتيشن عباره عن ترتيب يمكن الحصول عليه وليكن اكزامبل. قلت لك لو انا معايا A B C D E، ممكن لو انا هاخد مثلا انا عاوز اختار A و D و E رقم واحد في صورة arrangement ترتيب، فهقول A D E. رقم اتنين انا اخدت يا اما جزء يا اما كل، فانا هنا اخدت جزء او ممكن اخد كل. هو ده الايه؟ ده كده باختصار هو البيرميتيشن. يعني ايه كلمة تبديل؟ كلمة تبديل يعني ترتيب، كلمة تبديل يعني كلمة ترتيب، كلمة تبديل يعني ترتيب. طيب اخر حتة، لما انا قلت لك مضروب ان لازم لازما يكون عدد موجب، استنتج ايه؟ استنتج ان قيمة ان دي اكبر من او يساوي صفر. استنتج ان قيمة ان دي اكبر من او يساوي صفر. ليه؟ علشان كده قيمة المضروب دايما قيمة موجبة. يعني ايه؟ يعني يا اما صفر واحد. اشمعنى صفر؟ لو مضروب صفر فهو بيساوي واحد، قيمة موجبة. لو مضروب اكبر من صفر واحد او اتنين، قيمة موجبة برضو. تمام؟ تمام؟ تمام. طيب الحتة برضو اللي عاوز اقول هي ايه اصلا قيمة المضروب؟ مضروب، لو انا معايا مضروب تلاتة او ببدأ بالتلاتة وانزل باللي تحتها، تلاتة في اتنين في واحد. لو انا معايا مضروب اربعة ببدأ بالاربعة بنزل اللي تحتها في تلاتة في اتنين في واحد. لو انا معايا مضروب اتنين بيساوي اتنين في واحد. تمام يا شباب؟ ده قيمة المضروب. تمام؟ هو ده كده الشرح الخاص بالبرميتيشن.